لماذا اختفت أخبار اليمن بعد مقتل الرئيس علي عبد الله صالح؟ كلنا تابعنا مقتل الرئيس علي عبد الله صالح، بعد كده المتابعة قلت، بعد كده مبقاش في أخبار كتيرة عما يجري في اليمن. فما الذي جرى وما الذي يجري في اليمن؟ محطة بي بي سي عملت سبق صحفي مهم جدا. مراسلة بي بي سي قدرت تدخل المكان اللي كان فيه آخر معركة بين الحوثيين وعلي عبد الله صالح اللي قتل فيها الرئيس علي عبد الله صالح. بي بي سي قالت انه اللي حصل ان الحوثيين اللي كانوا حلفاء علي عبد الله صالح ثم اصبحوا اعداء علي عبد الله صالح دخلوا الى المنطقه الحصينه اللي موجود فيها الرئيس الراحل وضربوا الجدران، قصفوا الجدران بقوه شديده جدا، وبعدين توغلوا من خلال الثغرات اللي في الجدران ودخلوا قتلوا الرئيس علي عبد الله صالح وكمان اعتقلوا المئات من انصاره. هل كان في ايرانيين مع الحوثيين؟ بي بي سي بتقول كان في ايرانيين مع الحوثيين، وفعلا في ايرانيين موجودين كمستشارين عسكريين مع الحوثيين، مش بس بيدوهم مال او سلاح، حسب بي بي سي الاهم بيدوهم معلومات وخطط، فبيقوموا تتصرفوا بهذه الطريقه. عندهم معلومات كتيره جدا، إما بأقمار صناعية أو معلومات مباشرة أو مع أجهزة استخبارات غير إيرانية لمساعدة الحوثيين في هذا الإطار. وبالتالي الإيرانيين موجودين، مال وسلاح ودعم لوجستي، كل المعلومات، وهم بيساعدوا الحوثيين اللي دخلوا وقتلوا الرئيس علي عبد الله صالح واحتلوا المكان واعتقلوا المئات من أنصاره. بعد علي عبد الله صالح الدنيا هديت، مش لأنها هديت، لأن مفيش كلام يتقال. اللي حصل إن في حالة ضعف عند الطرف الآخر بعد مقتل علي عبد الله صالح، والحوثيين سيطروا بقوة على مناطق في صنعاء، وبقى دلوقتي من الصعب إن أنت تهزم الحوثيين في مرتفعات صنعاء، حسب تصريح خطير جدا ومثير جدا لرئيس الأركان اليمني. بعد مقتل علي عبد الله صالح، حزب المؤتمر اللي هو أكبر أحزاب اليمن عمل اجتماع من ايام واقر بانه احد الشخصيات البارزه فيه يكون هو اسمه صادق ابو راس، يكون هو الرئيس المؤقت للحزب لغايه ما يكون في انتخابات قادمه علشان يديروا الحزب بعد الرئيس علي عبد الله صالح. انما التحالف العربي، السعوديه والامارات، تفاهموا مع حزب الاصلاح اللي هو احد اجنحه جماعه الاخوان المسلمين، رغم الخلاف اللي بين دول التحالف وجماعة الإخوان، لأنه حسب قول التحالف إن الحزب ترك الجماعة وإن محتاجين الاصطفاف الداخلي في مواجهة الحوثيين. يبقى إذن بعد مقتل علي عبد الله صالح التحالف العربي تفاهم مع حزب الإصلاح، الحوثيين بدأوا يشعروا إن هم أكثر قوة، وبقى فيه تدهور في بعض المشاهد عند الجانب الآخر. عند ذلك بقى رئيس الأركان اليمني اتكلم الإيكونوميست وقال كلام في منتهى الخطورة، من أخطر ما قال نقطتين. ده كلام اللواء طاهر العقيلي اللي هو رئيس الأركان اليمني، قال كلام لمجلة الإيكونوميست، أخطر ما قال ما يلي: نمرة واحد، قال إن الحوثيين استولوا على أسلحة حديثة، دبابات وصواريخ. الحوثيين بعد مقتل علي عبد الله صالح غير قبل مقتل علي عبد الله صالح. بعد مقتل علي عبد الله صالح بقى عندهم صواريخ حديثه ودبابات حديثه. جابوها منين؟ هي دبابات وصواريخ الحرس الجمهوري اللي هو كان مع علي عبد الله صالح. هم استولوا على كل الدبابات وكل الصواريخ. طيب هل دي دبابات وصواريخ متطوره؟ متطوره وحديثه جدا. ليه متطورة جدا؟ لأن الأمريكان ادوها لعلي عبد الله صالح علشان يحارب بها القاعدة، فالحوثيين أخذوها بعد مقتل علي عبد الله صالح وأخذوا كل أسلحة الحرس الجمهوري اللي كانت موجودة في صنعاء. ده كلام رئيس الأركان اليمني لمجلة إيكونوميست. أيضا الحوثيين بقوا موجودين في مرتفعات حسب قوله من الصعب، يعني المعركة مكلفة، مش من المستحيل، إنما المعركة مكلفة لإسقاط الحوثيين. ليه؟ لأن هم في مرتفعات عندهم صواريخ، حاطين ألغام، وفي قناصة موجودين، فقناصة وألغام
وصواريخ وموجودين فوق مرتفعات. ده بيصعب المعركة على الجيش اليمني لإسقاط الحوثيين حسب قول رئيس الأركان اللواء طاهر العقيلي. دي النقطة الأولى الخطيرة اللي قالها رئيس الأركان، إن السلاح الحديث الأمريكي اللي كان موجه للقاعدة وراح لحرس الجمهوري وعلي عبد الله صالح بقى عند الحوثيين دلوقتي. النقطة الثانية الخطيرة بيقول إن الرواتب مرتبات الضباط والجنود في الجيش اليمني بقى لها 9 شهور مش موجودة. فالضباط والجنود ما قبضوش من 9 شهور، وده أضعف روحهم المعنوية، وده خلى البعض طبقا لرئيس الأركان يبيع الأسلحة للقاعدة ويبيع أسلحة للحوثيين علشان يقدر يعيش. فبقى بعض جنود الجيش اليمني حسب قول رئيس الأركان للإيكونوميست بيبيعوا الأسلحة للقاعدة أو للحوثيين. رئيس الأركان بيقول إن السلاح في اليمن رخص، سعره نزل عما كان قبل 2014 الحرب في صنعاء، يعني قل 20% نتيجة بقى فيه سلاح كتير، لأن بعض الجنود باعوا للحوثيين وباعوا للقاعدة، فلما السلاح كتر سعره نزل. دول نقطتين في منتهى الخطورة قالهم رئيس الأركان اليمني الإيكونوميست. قلنا النقطة الأولى إن جيش الحرس الجمهوري الحديث المسلح أمريكيا بقى كتير من عتاده دبابات وصواريخ عند الحوثيين، والحاجة التانية إن بعض الجنود نتيجة تأخر رواتب ل9 شهور كاملة والوضع الاقتصادي المزري في اليمن بدأوا يبيعوا السلاح للحوثيين وللقاعدة. إضافة بقى لهذا الكلام الخطير، الكوميست بتقول إنه حتى لما بيبعت المجتمع الدولي والتحالف العربي، والتحالف العربي بيبعت كتير جدا من المعونات والمساعدات الغذائية، بياخدها الناس اللي في الحواجز العسكرية اللي موجودين، والحوثيين كمان بياخدوا كتير جدا من اللي بيجي من هذه المساعدات فلا تصل إلى السكان. إذن مشهد صعب جدا. جاء علي عبد الله صالح، ذهب علي عبد الله صالح، جاء الحوثيون، استولى الحوثيون، نجح الحوثيون، سقط الحوثيون. في النهاية المؤكد أن الشعب هو الذي يعيش المأساة. 19 مليون يواجهون الجوع، ومليون يواجهون الكوليرا.